السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جاي بكم فيديو جديد عن لعبة فايف ناجت آت فريدي. شلونكم يا شباب؟ اليوم هنا عندنا لعبة رعب، يعني راح نلعب جيم بلاي عن هاي اللعبة اللي يعني لعبات يعني بمطعم مال البيتزا اللي تتحرك، يعني ما ادري تتحرك اوتوماتيكيا ما ادري ايش بيها، هي بالليل تتوحش يعني تصير بها حالة نفسية. المهم شوف هذا الدب ما ايش بيه، بس يطلع بوجه او شنو الله 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 لا 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 ما اريده ما اريده. اوكي هنا فريدي فيزبيرز بيتزا مشلون. اوكي هنا عندنا الساعة 12، صحيح الساعة 12 اليوم الاول. اوكي انا بوحدي بالغرفة هنا، أنا مو بالصدق يعني هنا باللعبة. اوكي ننتظر شوي، اكو تليفون جاي ديك، خلنا سكره هسه بس خلي تطلع العلامة، ما اريد انبوية ادق له. اوكي الساعة 12 خلنا ننتظر شوي خلي تصير بالوحدة. هين باو حسن نشوف او انتظر. اوكي ساعة 12 ما تنزل ولا شي اسمه ننزل وحدة ماكو. اوكي الارنب والبطة موجودات، وهنا افريدي يمكن هنا ما ادري الكاميرا يمكن عطانه، طبعا اعتقد هو هذا الجزء الاول اللي يعني بيه رعب يعني قوي كلش. وصوت الصوت طبعا لازم تغير اللغة العربية الى يونايتد كينج دوم الانجليش يعني. اوكي يلا تشتغل، يلا يشتغل الصوت. اوكي كيف نشوف الارنب والبطة موجودات، ما ادري شلون شكل اللايت ما ادري، مو هنا اقدر اشغل. ماكو اي شي يمي. اوكي ساعة بثنتين جيد جيد، ايش دعوة شو الوقت يركض ركض. يلا اوكي اوه الارنب 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 وين طفرت وين طفرت وين طفرت، بس لا يمي. الارنب وين رحت؟ اعتقد هذا الدب هنا، هذا فوكسي ايضا. ما ادري وين اختفى الارنب، بس اكثر شي باللعبة اللي هو فوكسي يتجاوز اكثر. اسمع اصوات، الساعة بدا 4 حركة زبطة، ماكو شي هنا. هلا والله هذا الأرنب. الأرنب يمي شت، هاي رجلين جاي اشوفهم.
قلع يا ابن الوسخ. ساعة بالخمسة، جيد جيد جيد، عندنا طاقة كافية، راح تصير بعد ساعة ونفوز. يلا ختامية، يلا هذا فوكسي بوكانة اعتقد يعني. اوكي فزت ساعة بستة، جيد جيد، ما ادري ايش تعليق لعبة. اوكي يلا ياي مو هي. اوكي فزنا بالمرحلة الاولى او اليوم الاول او اليوم الثاني، لا ابويا ما كمل. اوكي كذا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك. اذا عجبك الفيديو تقدر يعني تحط تعليق انه كمل، يعني كمل او تابع واصل. المهم فشكرا للمشاهدة.